السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. العثور على مجموعة من الذهب في ليبيا وتسليمها الى صاحبها، تابعوا معنا هذا الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بتاريخ 14/9/2023 يوم الخميس، تمكن افراد القوات المسلحه العثور على مجموعه من الذهب في احد المحلات، وتمكنوا افراد القوات المسلحه من التواصل مع صاحب المحل، والان هو متواجد في مقر الغرفه ليستلم اماناته بالكامل. نتعرف عليك. جعفر محمد بخشيم. جعفر محمد بخشيم. هذا الاغلب الذهب اللي في المحل يا محمد؟ لا لا لا، في مازال في مازال في ذهب بقى. وزرت المحل بتاعك؟ زرت عام بدري. باه؟ من بدري جات الظهر تقريبا، قبل الظهر جيت. ولقيت طبعا انت المحلات كل مفتوحات من نتيجه الاعصار مفتوحات كلها. لا الحمد لله رب العالمين، اقل شيء لا الحمد لله لقيت حجزيه. الله فيك ما شاء الله. امس قلبنا حتى قلبنا جماعه قاعدين في المحل، اليوم جاء حتى لقى جماعه قدام المحل، نظفنا لك وشيك ساعدناه بدري هو بين كلام كامله و بالضرر. بالضرر المحل؟ بالضرر. حتى الذهب طبعا شوف الذهب كيف مخترق بالأتربة بتاع الفيضان اللي حصل. الحمد لله على سلامة الجميع، الحمد لله، ورب يعوض خير ان شاء الله الحمد لله. وطبعا هذا دور القوات المسلحة يقول لك بارك الله فيك هذه الجزئية، وكلموك وسلموا لك الدبش، ونسأل الله ان رب يعوض خير وبارك الله في مبالغ نقدية ولا حاجة؟ لا ما فيش ذهب، كلها ذهب. عندنا حاجات خمس سنين حتى هو عطينا مجموعة في مجموعة بين نقول لها. ماشي. بارك الله فيك، مشكورين.